وعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وإحنا اليوم خيرنا السباحة كمهنة ماشي كرياضة، وكاع النشاطات البحرية على كل حال، وبصفة خاصة الغوص. والله هاي السجي تاع اليوم يا جماعة جا في وقته، صيف صيف. هايا نشوفوا ونديكوفروا الموند الواحد اخر اون بارال، هذا موند رانا عايشين فيه وكاين موند واحد اخر راه تحت الماء. كاين تحضيرات لازم نقوموا بها اللي هي نلبسوا لاتوني تاع الغوص. وباش نهضروا على السجي تاعنا تاع اليوم اللي هو الغوص، اللي قلنا نتوجهوا للمدرسه تكون معتمده. صاحبي مرحبا، غادي تدخلوا عندنا باش تنسكروا. مرحبا بكم، غادي تتعلموا بزاف صوالح، وسيرتو غادي يعجبكم الحال. انا على بالي الاكسبيريونس هاي فايت عليا. وهاد المدارس هادو معظمهم نلقوهم في الساحل تاعنا تاع الجزائر، الله يبارك عليه. راه كاين 1200 كيلومتر يا جماعه. عندنا الورقه تاع الانسكريبسيون يا جماعه، ها هو الدوسي. ها خاصنا نشوف شهادة. اسمح لي غلط. هذه الانسكريبسيون هذه يا جماعه كاينه استماره، ورقه تعمر فيها المعلومات تاعك. سامبلي بو يا جماعه، الصوره تاعك هنايا تعمر المعلومات تاعك كاع، وهاد لابارتي هذه ما تخربش فيها، وتجيب لنا شهاده طبيه. هذه تاع الطبيب هو اللي يعطينا المعلومات تاعه، راك فاهمني، وشهاده طبيه ما ننسوهاش. وكاينه هذه باش نديروا تسريح ابوي. يعني شكون فيكم ليمينار؟ شكون تاول؟ ما يهمش، المهم ليمينار فيكم يعمرنا هذه. شد تاعك تا. شد تاعك تا ولدي. الحاجات اللي يمنعوك باش دير الغوص هما زوج. القلب لازم يكون سليم والتنفس سليم، هذا مكانه، ماشي الاخر نورمال صاحبي. يعطيكم الصحة. في الأمان. صاي كملنا التسجيل تاعنا، الشهاده الطبيه مريقله اون بون سونتي، نبداو التكوين تاعنا. الا مازال نستنوا حتى الرابطه تعطينا التسريح. في النشاطات البحريه تاعنا، الغوص بالقاروره بدون قاروره، السباحه، الانقاذ في الماء، والاسعافات الاوليه، هذه النشاطات كلها معظمها تحتاج الى معرفه، خاصه دور الرئتين ودور القلب، والقلب كيفاش يفونكسيوني. يا جماعه ما يغفلناش باللي عندنا بالك واحد 11 درس اللي نقرو فيه مليح القوانين تاع هاد الرياضه اللي راح نقوموها. نقرو على البحر المحيط واش فيه لداخل، نقرو على الحوت، نقرو على الضغط تاع الماء اللي كاين، نقرو على اي حاجه رايح تكون عندها يعني كيما نقولوا فايده لينا. بما ان القلب معروف يضخ الدم فهو عباره عن مضخه، والأوعية الدموية عبارة عن أنابيب، إذن لازم نعرفوا القلب كيفاش يفونكسيوني. دونك عندنا القلب تاعنا مقسوم إلى قسمين، صورنا على شكل كاري هكذا، لكن نفهموا بأن القلب عنده دو فونكسيون، وظيفتين. الوظيفة الأولى يجمع الدم اللي يجي من كل جسم باش يبعثوا إلى الرئتين، دونك يروح للرئتين، ومن بعد يعاود يرجع يتجدد بالأكسجين، لأن الرئتين هي عملية تبادل غازي، دونك يتجدد بالأكسجين يعاود يولي إلى القلب الأيسر. القلب الأيسر هذه عبارة كذلك عن مضخة تبعثها إلى سائر الجسم. فهمت ولا ما فهمتش؟ أرى يدك، أرى يدك، أرى يدك. ومن بعد عاد ندخلوا في لي سيونس تاع التدريب اللي هو التطبيق. حباس ما تقلقش، وراك رايح وين؟ دروك يلزم لنا الايكيبو القرعه تاعنا مع الجيلي، وزيد لها دي طوندور اللي هضرنا عليه. يتسمى هادو كاع مع بعضهم كي نجمعوهم يولي عندهم اسم واحد اللي هو كيسموه؟ سكاي
سكافوندر. ليكيبو الحاجه الاولى اللي هي هذا الكروشي هذا. يا ربي سيدي سيبا. بصح هذا ما يكفيش، عندنا هذا اللي قلنا واحد الكود اللي هو الانديكاتيف تاع الجزائر 0213. ها الزيرو، ها 200، ها الان، وها التروة. ربع مراحل. اوب مش عارف شكون يجي يا جماعه، ما يطيرهاش هذا. وحاجه واحده اخرى بالكروماركي تجي لي هاو منا، وهاهم هادو الفتحات هادو زوج يجي من هاد الكوتي. تسمى هذه هي الطريقه الصحيحه باش نديروا الجيلي تاعنا مع الطرا. دونك راك بلاسيت بيان لو ديتوندور. الله يعطيني الصحه. يعطيك الصحه. اي صح. دونك هذايا باش نحلوا القرعه، نعبزوا على هذا ونحلوا القرعه. دونك فوالا تري بيان. انا حلينا القرعه تاعنا سا غونبل سا ديكون. دونك هاد السيستم يمشي. عندنا لو مانو تاعنا اللي عطينا وشحال كاين في القرعه 200 بار. ركز 200 بار سي بون. تري دونك هذه 200 بار في 10 مترات نقدر نقعدوا ساعه ونص. مليحه ساعه ونص يعني شبعوا. خير وبركه. دونك هاي ليك نحطوا هذا هنايا. جوستومون جيلي تاعنا اللي نشوف فيه بلي راه معمر بلي كروشي منا. اه وي باش نلصقوا فيه الحوايج هذا، وهذا اللي نتلبسوا به يجيني على اليمنى باش كيلبس قرعه نديه منا. دونك نتلبس بهذه الجهه هذه نلصقوا هنا باش ما يقعدش يلعب مرمي. طيب يكون قدامي الجهه اللي منا عندي غونفلين دي غونفلي، وعندي لو ديتوندور دو سكور. سكور هذا لو كان تاعي صرا فيه كاش عاطب عندي الدوزيام، لو كان لقى واحد خلاص الهواء نقدر نسعفو. داكور سيبا. دونك القرعه تاعي راهي واجده جو لا دي غونبل، نرقدها باش ما تطيحليش. هكذا ها نرقدها باش ما تطيحليش، ونحط لي بان تاعي هنايا، وراني جاهز لا بلونجي. جاهز هذا لو اوكي لو سين اوكي تحت الماء. كي نديرو هاد الموفمون يعني راني صافا، راني مليح، تو فا بيان. سافا با؟ كي نديرو هكاك يتسمى مانيش مليح. راني انتيك، داكو؟ اوكي. اوكي. راني صافا، راني سافا با. راني بردان. راني بردان. هاي السينيال تاعها تاع راني بردان. ولا لو كان ندير هاد السينيال يعني راني دخت، راسي راه يدور، يقدر يجيك الفرتيج تحت الماء. راسي يدور؟ راسي راه يدور. نطلعو؟ نديروا هذا الموفمون يعني نطلعوا، ماشي راني بيان يعني كي سقسوك تقول لك بيان دير لها هكا هكا معناتها نطلعوا. نهبطوا ودني تبوشت. نقدر نقول له باللي بايزومب ودني راهي ضارتني بايزومب باسكو على جال الضغط وكاع تقدر ودنك تضرك. ودني مالها سافا با. سافا با نطلعوا. ولو كان مثلا ندير هذا الموفمون يعني راني عييت ما قدرتش. يقدر الناس اللي يكونوا معاك يقدروا يتكفلوا بيك ولا ينزفوا لك الجيلي تاعك وتطلع فوق الماء. دونك لي سين دو كومونيكاسيون هذه اشارات تواصل تحت الماء. داكور. حاجه مهمه بزاف اللي هي هذا السينيال هذا نسيتها يا جماعه. عبك مش معناتها كي ندير يدي هنا عند رقبتي يعني الهواء كمل لي. يتسمى كي ندير هذا السينيال وهذا الشيء هذا كاع راح ندربوا عليه يعني نديروا سيميلاسيون تحت الماء في متر ولا زوج ولا ثلاثه. نمثلو باللي الهواء كمل لي واش يدير المونيتور يقول لي اروح ليا ويعطيني الديتوندور تاعه راه كاين زياده هو واحد راه عنده ويزيد يعطيني الهواء يديبانيني ونديرو السينيال باش نطلعو. سما يقول لي انا وانت نطلعو صافي غادي نتعاونوا باش نطلعو مع بعضنا. ها هو الديتوندور اللي كنت نهضر لكم عليه بصح اللي قلت لكم عليه قبيله فيه ثلاثه هذا فيه ربعه لوبسون الزياده اللي فيه هذا واحد توي واحد اخر تاع باللي تتنفس به اوكسجين اللي يكون معاك ولا كيف ما يكون الاكسجين تقاسم انت وياه الهم. دركا اللي قلنا باش نكونوا الطريقه الصحيحه باش نقول لكم بلي هذه مهمه بزاف يا جماعه ماشي لعبه صاحبي. الصح كاع راه هنا يتسمى ها هي الطريقه الصحيحه باش نبلاصو هذا اللي قلنا نسوا بها الجيلي. هوب هاي هاي الساعة راهي قدامي التنفس راه قدامي سي بون باقي لي غير نلبسها صاحبي باقي لي غير نلبسها هاي عاوني هوب
تمام شد بالز هذا القناعه شحال فيها؟ شحال؟ فيها 14 كيلو 700 وزيد 6 كيلو تاع السنتوره وزيد لها 6 كيلو ها باش نقدروا جوج نحطوا باش نقدروا نحطوا جوج وهذه عالميه عالميه يعطيك الصحه الله يبارك فيك الله يحفظك باين نلبس وندخل صاي بسم الله هيا على الله وباش نلبسوها كل حاجه محسوبه كل حاجه عندها فايده وتكمل الاخرى ابداها من الهواء اللي نتنفسوه حتى لي بالموتي والنوادر وندع الله يسخر ما خفناش يا جماعه بكم بلي هذه العمليه تطول باسكو فيها فيريفيكاسيون يا صاحبك يفيريفي لك تفيريفي صاحبك كلشي راه مريقل كلشي في بلاصته انا حاطين نحطوش كيما رانا هكا حاطين حباب اوكي بين سيليني تاعي باسكو شو الماسك مخدوم مين تقدر تحكم نيفك دفع الهواء بيفي ها يروح الودنيه تتفتح ودني هذه العمليه هذه نديرو فيها واحد نص ساعه ولا اكثر شويه يا جماعه كي نحطو تحت الماء نريحوش كيما راك مريح حتى ما تقدرش توقف في الماء هكا الفوره تدي واش ندير ندير نريح اجول اجول تحت رجلي شويه واقطع هذا معايا واللي بان تاعي هما اللي لا يدي او الاخرين ما كان يا جماعه راح نتعلموا فيه خمس صوالح الغوص بالقاروره الغوص حر السباحه بالزعانف الانقاذ في الشواطئ والاسعافات الاوليه يا هضره تراب يمشي هكرا هلا اتنفس هلا هلا بيا سي بون سي بون سكور يمشي لا قلبني الماسك تاعي ما عنديش قبل ما نروحو نديرو تيوري رانا حافظين ومريفيزين صوالحنا يتسمى رانا نديرو تطبيقي ونعاودو نولو نديرو النظري التطبيقي النظري وهذا كاع هادشي مهما نغوصو مهما نتعلمو مازال ما تعلمنا والو اوريجينال شيخي صبيبيطون اوريجينال حابية تغلب السبع يا جماعة أمبيونس واحدة أخرى كاع كل واحد واش يدير الأخر يفد الميكرو الأخر يفد القلعة الأخر يرفد الكوردة الأخر يرفد كل إنسان شي يدير وزيادة على ذلك عندنا كارني وستيلو سبيسيال تحت الماء نكتب ونمحي شكون كيفي يكتب تحت الماء يا جماعة والله ونسي جامي نقوى حاجة نكتشفوها نبغو نكومينيكو مع بعضنا نكتبو ونمحو تحت الماء والمهمه تاعنا اليوم اللي هي ماناش خارجين غير هكاك وصاي انا رايحين نحدو الموقع اللي غادي نقومو فيه التصوير تاعنا تاع حصه تلفزيونيه انس ووركس والله جماعه والتطبيق تاعنا كي نقولوا غادي ندخلوا الغوص ما نتخيلوش رواحنا باللي غادي صاي تقطع البحر كاع ولا زعما تبدا تحوس لداخل ولا غير بشويه غادي نبداو بمتره حتى ال 20 متر ومن بعد ربي فيه الخير وهذا الشيء كاع ما غاديش تكون وحدك راح يكونوا معك مؤثرين ناس اللي راحين يعلموك يحكموك في الماء في الاول ها كاين هذيك الرهبه كاين هذاك الخوف يتسمى كاين الناس اللي راهم دايرين بيك ويعلموك ويقولوا لك واش راح دير واش راح دير انا رايحين لي كاميرا هادو ما راحينش يروحوا معنا عندنا دي كاميرا سبيسيال اللي هما هادو لي جو برو ايطونش تاع الماء راح نترافقونا ما تخافوش تشوفوا كلش هيا من بعد طالع
كان قلبت عمي عمر راح هو ودنا تحت الماء ولينا حوسوا عليه حوسوا 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 آه ما قيناش ولينا بلا به هذي قول لا عمي عمر الله يسلم راني كملت السجي تاع اليوم يا جماعه بيرسونالمون والله يا جماعه اللي عجبني بزاف عباكم ديكوفريت وتعلمت وان شاء الله نكون فدتكم وعطيتكم فكره على الناس اللي تبغي الغوص وتبغي لا ناطاسيون وتبغي يعني يقدر يكون ماشي غير هوايه ولا كرياضه يقدر يكون مصدر دخل تقدر تتعلم حاجه اللي تفيد بها الناس وتستفاد انت تاني وي وانتوما واش رايكم الحمد لله انا كملت كي كملوا ينجحوا واش يديروا يديروا هذيك اللقطه تاع هاك يقيسوها راحت خسرت كلش وباش نهضروا على السجي تاعنا تاع اليوم اللي هو الغوص اللي قلنا نتوجهوا للمدرسة تكون معتمدة صاحبي وباش نهضروا عليكم السلام ورحمة الله صحيت وباش وهذا القانون اللي مكتوب في الجريدة الرسمية سنة 2015 فيفري هكا فيفري 2015 لا ما خفش تخوني الذاكرة ولا المعلومات تاع عمي عمر صحيت سي بون هذاك توريناهم وطاطا الرجال عطاني الطوب احبش تمشينا ثاني مع مولا مسكت مولا مسكت واش راك دير انس 30 ثانيه راني ريبيتي باش كي نوض البحر نكون واجد دوك نحبو تحت البحر ونديرو شارك لا مبغيتش نحشم روحي باش كي نوض نكون واجد او موان فاهم هيا هاك روح بدري اش فرق روح بدري انا هاكا نشارجا اسمح لي يا مانيش عليك ديروا هذيك اللقطه تاع هاك يقيسوها كوب كوب سيبون